السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صابر أرتست، وهنستكمل دلوقتي الدرس رقم 13 من كورس الأساسيات. وكنا خلصنا المرة اللي فاتت قائمة فايل، وهنكمل دلوقتي ونشرح قائمة إديت. عندنا أول حاجة الأندو والستيب فورورد والستيب باكورد، هنشرحهم دلوقتي، وطبعا احنا كنا عارفينهم قبل كده بس هنوضحهم من قائمة إديت. لو عملنا نيو لاير كده، نفتح الأول الهيستوري من هنا، أو لو عندك في الويندو هنا هيستوري، تمام. لو جيت دوست كده بالبراش هتلاقي ان في ستيب ظهرت، لو جيت دوست تاني بالبراش هتلاقي ان في الهيستوري عندك بيظهر الخطوات. طيب انا لو عايز ارجع خطوة لورا من ايديت هدوس اندو، هتلاقي ان هو رجع خطوة لورا، اللي هي باختصار يعني كنترول زد. لو دوسنا كنترول زد تاني هنلاقيها رجعت. طيب انا لو عايز ارجع كذا خطوة لورا، كنا وضحنا قبل كده ان احنا بندوس الت كنترول زد، الت كنترول زد، تمام، او ندوس الت كنترول ونفضل ندوس على الزد، تمام. اللي هي باختصار هنا هتلاقيها عندك ستيب باكورد. طيب انا لو عايز اقدم خطوة تانية لقدام في الهيستوري هدوس ستيب فورورد، ستيب فورورد، هيفضل ينزل لحد ما يوصل لاخر خطوة انت وصلت لها، اللي هي اختصارها شيفت كنترول زد، تمام. عندنا بعد كده الكوبي والبيست. طبعا انا لو جيت حددت على جزء طبعا شرحناها قبل كده بس هنوضحها برضو. الكوبي لو انا جيت عملت كده باللازو تول، حددت الجزء ده ورحت خدت الكوبي وعملت له بيست، هيعمل لي نسخة من الجزء اللي انا حددته، تمام. نرجع، ده الكوبي والبيست. طيب انا لو جيت حددت على كل اللاير كده وعملت كوبي ميرجد وجيت عملت كنترول في عشان يعمل بيست، هلاقي ان هو عمل لي كوبي لكل الليرات اللي موجودة ودمجها لي في بعض. هو ده الكوبي ميرجد، تمام. نرجع، عندنا بعد كده بيست سبيشال. ايه الفرق بقى ما بين بيست والبيست سبيشال؟ لما باجي اعمل حاجة هنا احدد عليها كده واخد كنترول سي كنترول في، هي ما بتنزلش على الصورة بالظبط، يعني انت هتلاقي ان في فرق ما بينهم. لو عملت زوم نرجع، اما لو عملت كنترول سي طبعا هلغي التحديد. لو جيت عملت بيست سبيشال وعملت بيست ان بليس، هلاقي ان البيست نزل على الصورة نفسها، يعني الصورة دي بقت على الصورة زي ما انت شايف. هو ده الفرق ما بين بيست وبيست ان بليس. طيب هنشرح بيست انت وبيست اوت سايد على صورة تانية. لو عندنا صورة زي كده مثلا وعملنا كنترول اي وحددناها وخدناها كنترول سي ورحنا على البرواز ده واخترنا اداة الماجيك وند تول ودوسنا هنا كده علشان نعمل تحديد على المربع ده، وجيت هنا عند الايديت، طبعا لازم نكون عاملين تحديد، لان لو مش عاملين تحديد البيست انتو والبيست اوت سايد مش هيكونوا ظاهرين عندنا. لو جيت دوست بيست انتو هلاقي ان الصورة اللي انا كنت عامل لها كوبي نزلت داخل السيليكشن اللي انا عملته وما بتخرجش بالرا خالص، هتلاقي انها داخل المربع ده بس. عندنا بعد كده البيست اوت سايد، طبعا هنرجع. لو جيت عملت هنا تحديد واخترت بيست اوت سايد، هلاقي ان هو عمل لي بيست في كل المكان الا المكان ده، يعني المكان ده هو الوحيد اللي مش هيبقى ظاهر فيه حاجة لانه خلالي
الصورة اللي انا عملت لها كوبي خارج الحدود، وهي دي البيست اوتسايد. تمام، خلاص انتهينا من المثال ده. عندنا بعد كده كلير. تمام، وكلير دي انا ممكن احدد على اي جزء في الصورة واعمل له كلير، بيأدي وظيفة الديليت بالظبط اللي موجود عندك في الكيبورد. طيب نلغي ده. عندنا بعد كده اللي تشيك سبيلينج، ده بيصحح لك الاخطاء الكتابة اللي انت بتكون عاملها. يعني انا مثلا لو جيت دلوقتي فتحت التكست كده وكتبت كلمة فوت بول، طبعا هي الكلمة كده غلط. تمام، لو جيت عملت كده حددتها ورحت عند تشيك سبيلينج، هلاقي ان هو بيقول لي الاختيارات تشينج تو فوتبول، وهي دي الكلمة الصح. لو جيت دوست تشينج هيقول لي سبيل تشيك كومبليت، هقول له اوكي. طبعا لو مش عايز تظهر لك تاني تدوس هنا، دوس اوكي، هتلاقي الكلمة اتعدلت بالطريقة الصح. تمام، طيب لو جيت فتحت التكست كده كتبت thanks for my friends and thanks for my family طيب انا لو عندي دي كده تمام، هل لو انا عايز اغير كلمة سانكس من كل الكلمات اللي موجودة عندي، ما بالك بقى لو انت عندك مثلا باراجراف او عندك اي حاجة وعندك اكتر من كلمة سانكس كاتبها غلط، هل هتروح لكل كلمة وتغيرها؟ لا طبعا انت مش هتعمل كده. هنروح لقائمة edit ونختار find and replace text، وهنضغط كده وهنختار الكلمة اللي احنا كاتبينها بالشكل الغلط اللي هي thanks، وهدوس find لقالي اول واحدة. طبعا انا هقول له change to thanks كده، وهدوس change. تمام، هدوس find next، هدوس change. طبعا ممكن لو عندك اكتر من كلمة وانت عارف ان موجود اكتر من كلمة تدوس تشينج اول، يغير لك اي كلمة مكتوبة سانكس بالطريقة دي الى الطريقة دي. طبعا بالمثال على اي كلام تاني. تمام، وندوس دون، هتلاقي ان هي اتعدلت. عندنا بعد كده الفيل والستروك، طبعا شرحناهم قبل كده. عندنا بعد كده كونتنت اوير سكيل، هنشرحها على صورة تانية وهنعيد شرح الكونتنت اوير تاني. لو عندنا صورة زي كده وجينا حددنا بأداة الماركي عليها كده، كنا قلنا قبل كده ان الكونتنت اوير هي بتقرالي البكسلات اللي ورا الجزء اللي انا محدده، وبتجيب لي اقرب بكسلات منه، وبالتالي بيبان ان انا شلت المكان وظهرت الخلفية اللي ورا. هنشوف دلوقتي ازاي. هي دي الكونتنت اوير، خفت لي الكتابة وظهرت لي البحر. طيب نرجع، اول حاجة نشيل القفل من على الصورة ونعمل كروب. طيب انا لو عايز املى الجزء اللي على الشمال ده بالبحر، لو جيت استخدم الترانسفورم كده وجيت اروح ناحية الشمال، هلاقي ان الصورة بتتمط معايا ومش بتكمل بالبحر زي ما انا عايزها. هاجي ارجع. طيب هو ده اللي بتعمله كونتنت اوير سكيل. هاجي احدد على الجزء ده كده وهختار كونتنت اوير، طبعا احدد على اللير واروح عند كونتنت اوير سكيل وهبدأ اسحب. هلاقي ان هو بيسحب لي الصورة بكونتنت اوير،
ادوس اوكي، هلاقي ان الصورة كملت معايا بالمنظر اللي انت شايفه ده. عندنا بعد كده البوبيت وورب. طبعا احنا كنا شرحنا قبل كده الورب هنا، وشرحنا كل الفري ترانسفورم والترانسفورم. البوبيت وورب بقى هنغير الصورة دي عشان نشرحها. لو عندنا صورة زي كده متفرغة طبعا، وجينا اخترنا البوبيت وورب، هنلاقي ان هو قطع لي الصورة عبارة عن اجزاء، واداني حاجة زي البن كده بقدر اثبت فيها اجزاء معينة في الصورة. يعني انا مثلا لو عايز اثبت الجزء ده واجي احرك كده، هلاقي ان كل حاجة بقدر احركها الا الجزء اللي انا مثبته. تمام، لو جيت اثبت الرجل التانية واجي احرك، تمام، ثبت الرجلين دول واجي احرك، تمام، يبقى كده هنا في بن بثبت بيها وفي جزء بحرك فيه. طبعا اي جزء هقف عليه كده واحرك على طول هلاقي ان اي جزء بيتحرك معايا. تمام، واقدر اغير في الشكل زي ما انا عايز. تمام، طول الجزء ده اقصره، بقدر اتحكم في الشكل بتاعي بشكل اسهل وابسط. طيب لو جينا هنا في الاوبشن بار هنلاقي ان في اعدادات موجودة. لو جيت هنا عند الدنسيتي، طبعا تقدر تخلي عدد البوينتس اقل من هنا، تمام، تقدر تخلي عدد البوينتس اكتر زي كده، وتقدر تتحكم في اي جزء صغير من الصورة. طبعا الوضع النورمال اللي احنا كنا واقفين عليه ده. عندنا بعد كده الاكسبانشن، ده التوسيع. لو انت عايز توسع البوبين تو وورب بتوسعه من هنا وتقلله من هنا. تمام، بعد كده هتلاقي عندك هنا شو ماش، لو عايز تظهر الشبكة دي او تخفيها. تمام، طبعا المود اللي احنا واقفين عليه ده مود النورمال، اللي هو انا لما اجي احرك كده هلاقي الجزء بيتحرك بشكل انسيابي. اما لو جيت اخترت الوضع ديستورت هلاقي ان الجزء الثابت بيروح معايا ببعد زي ما انت شايف كده. تمام، الوضع ريجت هو قريب من نورمال بس بيكون جامد عن النورمال في التحريك. وبعد ما بنتهي من اي شكل انا خلاص استقريت عليه وعايز اعمله، بضغط هنا او بضغط على اداة الموف وادوس ابلاي. تمام، هلاقي الشكل زي ما انا حددته. عندنا بعد كده الاوتو الاين لايرز، هنشرحها على صورة تانية. انا لو عندي 3 صور بالمنظر ده متاخدين من نفس الكاميرا وبنفس الزاوية بس مش مطابقين لبعض، لو هتلاحظ هنا هتلاقي كل صورة مش مطابقة للتانية. لو جينا قللنا الاوبستي هيبان، وهنا نفس الموضوع. طيب نعالج المشكلة دي ازاي؟ هنعمل سيلكت اول على اللايرات كلها، وهنروح هنا للاوتو الاين لايرز، هتوحد لنا ال3 صور دول وتجيب لك كل صورة مطابقة للتانية. تمام، نفس بالظبط فكرة الفوتو ميرج اللي خدناها قبل كده. هندوس هنا ونفس اعدادات الفوتو ميرج. تمام، هندوس اوكي، هو كده خلى لي ال3 صور مطابقين لبعض. تمام، اكيد ملاحظ الفرق. تمام، نفتح الصور دي عشان نشرح عليها الاوتو بليند لايرز. هي نفس فكرة الاوتو
الاين ليرز، بس دي بتعمل دمج ما بين الصورة اللي انت بتاخدها كوبي والصورة اللي بتبقى تحتها، بتعمل مزج ما بينهم كده. هنشوف دلوقتي ازاي تطبيق كده على السريع. هو مش مجرد دمج بالمعنى الصح، بس هي وسيلة كده حاططها لنا الفوتوشوب نقدر نستخدمها ونقدر نستعين بقدراتنا احنا ان احنا نعمل دمج. بس هنشوف الطريقة دي. تمام، طبعا مش لازم احدد بالظبط. ناخدها كوبي ونيجي هنا على الصورة، هنيجي هنا ونعمل ترانسفورم ونصغر الصورة. ونقلل الاوبست كده ونظبط الصورة على اللي تحتها. تمام، وندوس اوكي ونرجع الاوبست تاني وتيجي تعلم على الاتنين وتختار من هنا اوتو بلند لايرز وتختار هنا ستوك ايميجز وتدوس اوكي. هتلاقي ان هو عمل لك مزج ما بين الصورتين في بعض، دخل لك كده كريستيانو مع كاسياس، يعني بيعمل لك مزج ما بين الصورتين وهي دي فكرته. تمام، عندنا بعد كده الديفاين براش بريسيت. طبعا ازاي نعمل براش كنا شرحناه في الدرس بتاع البراش، وازاي نعمل باترن كنا شرحناه في الدرس بتاع الكلون ستيمب. والديفاين كاستم شيب ده لو انت مثلا راسم شكل بالبين تول وعايز تدخله من ضمن الشيب بتاعتك، هتلاقيه هنا في الكاستم شيبز هنا. تمام، عندنا بعد كده البورج. طيب لو عملنا فايل جديد، طبعا كنا متفقين ان احنا لو عملنا اي حاجة داخل المشروع بتاعنا بتتسجل عبارة عن ستيبس داخل الهيستوري، وكمان بيكون في هنا الاندو، وبيكون في كذا حاجة داخل اعدادات الفوتوشوب. بمعنى الكلام ده ايه؟ معنى ان كل الحاجات دي سواء هيستوري او اندو او اي حاجة من الحاجات دي بتتسجل داخل الفوتوشوب. طيب انا لو عايز امسح الهيستوري كله وعايز الغي الاندو دي ما تظهر ليش تاني، بختار هنا حاجة في الايديت اسمها البورج. البورج دي اللي هي التطهير بمعنى اصح. انا ممكن اشيل اي اندو موجود عندي، يعني انا هنا موجود عندي اهو الاندو، لو جيت دوست هنا اندو ودوس اوكي، لو جيت ابص على الاندو مش هلاقيه موجود. طيب بالمثل الهيستوري، لو جيت دوست بورج كده واخترت هيستوريز ودوست اوكي، هلاقي ان مفيش هيستوري عندي موجوده. بالاضافة اللي انت لازم تاخد بالك منه ان هو ما مسحش اي حاجة وما رجعش بالهستوري، هو بس حذف الهستوري اللي انت عملته كله ووقف لك الصورة لحد ما انت كنت واقف عليها. عندنا بعد كده الادوب بي دي اف بريسيتس. طبعا انت تقدر تظبط اعدادات البي دي اف بحيث لما تيجي تحفظها بي دي اف او اي حاجة ليها علاقة بالبي دي اف تتسجل بنفس الاعدادات اللي انت ظبطتها، وتقدر كمان تسجل الاعدادات دي في مكان وتقدر تعمل لها لود فيما بعد. تمام، عندنا بعد كده البريسيتس، ودي فيها ثلاثة. اول حاجة عندنا البريسيت مانجر، ودي تعرفنا عليها في اكتر من اداة. عندنا هنا بنختار البريسيت تايب، طبعا نختار براشز او سويتشز او جريديانت او ستايل او على حسب ما انت عايز. وبتعمل هنا لود لبريسيت معينة. تمام، او ممكن تعمل سيف لحاجة معينة وتدوس سيف. تمام، وتقدر برضو تعمل ديليت من هنا، وتقدر تعمل رينيم من هنا. تمام، عندنا تاني حاجة في البريسيت اكسبورت وامبورت بريسيت. طبعا تقدر تعمل استيراد وتصدير للبريسيتس اللي موجودة عندك واللي انت مسيفها.
هتلاقي دي فتحت معاك، هتلاقي هنا الاكسبورت بريسيتس والامبورت بريسيتس. طبعا هنا لو انت طبعا دي اعداد انا مظبطه، لو عايز اضيفه في الاكسبورت بضغط عليه دبل كليك، تمام. ولو عايز احذفه من الاكسبورت بدوس هنا دبل كليك، او ممكن بحدد عليه كده او بحدد على اكتر من واحدة وبدوس على علامة السهم ده بتيجي هنا، تمام. او برضو هي الطريقة لو دوست اد اول، تمام. طيب انا دلوقتي لو صدرت مثلا حاجة زي كده وجيت احتجتها فيما بعد بجيبها من الامبورت، تمام، وبعمل سيلكت للفولدر وبدوس اوكي وبتنزل هنا عشان لو احتجتها بعد كده. طيب ازاي ندخل اصلا بريسيت معينة داخل الاكسبورت بريسيتس؟ تعال نشوف. لو جيت عند اي اداة من الادوات اللي موجودة قدامي وليكن مثلا اداة الوند تول، لو جيت هنا ودوست على كريت نيو تول بريسيت هيعمل لي الاعدادات اللي انا اشتغلت عليها ويحفظها لي هنا، تبقى موجودة عندي هنا، اقدر اعمل لها سيف خارج الفوتوشوب، تبقى موجودة على الكمبيوتر. هدوس هنا سيف تول بريسيتس وهسجلها على الديسكتوب في ملف اسمه بريسيتس، هدوس يس، تمام. واجي بعد كده افتح بريسيتس واكسبورت وامبورت بريسيتس، تمام. وهاجي هنا عند الامبورت وهختار سيلكت امبورت فولدر وهختار الفولدر اللي اسمه بريسيتس وندوس اوكي. هتلاقي ان التول نزلت عندك هنا في الامبورت، لو ضغطت عليها دبل كليك هتنزل عندك في الامبورت، ولو مش موجودة عندك على الفوتوشوب هتبقى موجودة عندنا. بعد كده طبعا اي زي ما اتفقنا الاكسبورت ان احنا نصدر، ممكن نختار كده ونعمل اكسبورت في فولدر معين ونخرج التولز اللي احنا عاملينها دي في مكان معين، تمام. هنلاقي بعد كده حاجة موجودة عندنا اسمها الميجا ريت بريسيتس، ودي حاجة متضافة جديد للأدوبي فوتوشوب سيسي، ودي مختصة ان هي تحول لك البريسيتس اللي موجودة عندك في الأنظمة القديمة للفوتوشوب للأنظمة الحديثة زي الفوتوشوب سيسي، تمام. بس هي دلوقتي لو ضغطنا عليها مش هتشتغل لأن لازم نعمل أبديت للفوتوشوب، تمام. عندنا بعد كده الريموت كونكشنز، ودي لو انت عندك لاب توب او تاب وعايز توصله بالنت عن طريق الفوتوشوب من داخل الفوتوشوب، تحمل مثلا فايلز معينة على السيرفر اللي انت فاتحه من الجهاز التاني سواء تاب او ايباد او ايفون او ايا كان، وبتكتب هنا اسم السيرفر وبتكتب الباسورد. طبعا الباسورد اقل حاجة بيكون 6 ارقام او 6 حروف على حسب الباسورد، وبعد كده بتعمل انيبل ريموت كونكشن وتدوس اوكي، بيوصل لك الجهازين ببعض. وتقدر مثلا لو انت رافع حاجة على السيرفر مثلا صور، مجموعة من الصور او اي حاجة، تدخلها على طول داخل الفوتوشوب عن طريق ريموت كونكشنز وندوس اوكي، تمام. وبكده نكون انتهينا من الدرس رقم 13 من كورس الاساسيات. كان معكم محمد صابر ارتست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.